مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، لكن هنكمل كلامنا. امبارح اتأهلت 4 منتخبات لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية والآسيوية، الكونغو ونيجيريا في أمم أفريقيا والأردن في كوريا الجنوبية في أمم آسيا. المنتخبات المتأهلة قدمت مباريات قوية، هنعرف تفاصيل أكتر عن المباريات دي من الناقد الرياضي محمد علام. صباح الخير. صباح الخير يا ميان، صباح الخير على كل المشاهدين. الحقيقه احنا بنشوف يعني مباريات متميزه ومليانه مفاجآت لينا كلنا، فخلينا نعرف في البدايه ازاي يتأهل منتخب نيجيريا على حساب انجولا. منتخب نيجيريا طبعا منتخب له باع وله خبره كبيره جدا في بطوله امم افريقيا، يمكن المنتخب النيجيري خد اللقب 3 مرات، عاوز يبحث عن تحقيق البطوله الرابعه. المصادفه ان منتخب نيجيريا في اخر مشاركه له في يعني اخر مره حقق اللقب في 2013 كان وصيف المجموعه بتاعته، واضح ان المركز الثاني هو فال حسن بمنتخب نيجيريا. منتخب نيجيريا في مباراه انجولا كان من البدايه جدا وهو له سيطره على المباراه، قدر يحكم قبضته عليها، سجل هدف واتلغى له هدف لنجمه فيكتور اسمين، كان متفوق في المباراه. طبعا يعني هنقول طموح المنتخب الانجولي لم يستطع التغلب على خبره نسور نيجيريا. منتخب نيجيريا من المنتخبات يعني هو يعتبر اكثر منتخب في دور الثمانيه عنده خبره بطولة، يمكن هو كوتوفوار اكثر منتخبين، ولكن منتخب كوتوفوار يعني قلت تاهل بالصدفه ان هو اخذ افضل مركز توالد من ضمن الفرق اللي تاهلت بافضل مركز توالد، قدر طبعا يحقق المفاجاه على منتخب السنغال اللي هو حامل اللقب. ولكن شايف منتخب نيجيريا من المنتخبات اللي هو يقدر يوصل للفاينل ويقدر يتوج بالبطوله. طبعا عمل مباراه قويه جدا على منتخب انجولا اللي يعني الشباب وطموح بتاعه ما قدرش يتغلب على المنتخب النيجيري، لكن كمان منتخب انجولا قدم مباراه كبيره. عايزين كمان نعرف تقييمك لاداء اللعيبه في البطوله دي. منتخب انجولا يعني في اكتر من نجم برز في مابولولو اللي هو لاعب الاتحاد السكندري وكان متالق وقدر يجذب ان هو من اللعيبه المتميزه في المنتخب. عندهم دالا، جيرسون دالا لاعب متميز جدا وشاب بيلعب جناح بيلعب جنب مابولولو، اللاعب ده برضه فرق مع منتخب انجولا في البطوله. يمكن دالا هنلاقيه من الهدافين، عنده 4 اهداف في البطوله. في ماتش ناميبيا طبعا شفناه عمل اداء رائع سجل هدفين. فلا من انجولا فرقه قويه جدا وفرقه محترمه، ولكن يقول حظها يعني ممكن قابلت فريق تاني غير منتخب نيجيريا كانت ممكن تكمل وتوصل للسيمي فاينل، ولكن حظها العسر وضحها في مواجهه منتخب نيجيريا. طيب شفت ازاي مباراه الكونغو الديمقراطيه وغينيا؟ مباراه الكونغو الديمقراطيه يعني اقول ان بالمناسبه الكونغو الديمقراطيه اول فوز له في البطوله على غينيا. منتخب الكونغو الديمقراطيه في المجموعه بتاعته تعادل 3 مباريات ما كسبش ولا مباراه، يمكن اول فوز له بيوصله للسيمي فاينل. يمكن المباراه شهد يعني جدل تحكيمي في اكتر من كوره، في ضربتين الجزاء اللي حسبهم الحكم الجزائري مصطفى غربان، سواء الضربه اللي غينيا سجلت منها الهدف الاول او الضربه اللي سجلت منها الكونغو الهدف الثاني. ولكن اجمالا لان منتخب كونغو يسير بخطوات ثابته، يمكن برغم ان هو تلقى الشباب في الهدف الاول ولكن كان مسيطر على المباراه، ضيع اكتر من فرصه، ولكن هجماته المرتده لغينيا كانت لها باع خطوره وشكلت خطر عليهم. جيم الهدف الاول غينيا كانت قريبه جدا برغم التعادل الكونغو السريع بعد 6 دقائق من الهدف الاول، كانت ممكن تسجل في الشوط الثاني تحديدا. غينيا كانت عندها فرصه تجيب هدف ثاني ولكن هجمه مرتده ضاعت على منتخب غينيا، تردد بالهدف الثاني الكونغو كان من ضربه الجزاء اللي عليها برضو علامات استفهام، وان الناس كانت بتقول فين الفار لان التدخلات لا ترتقي ان هي ممكن نشوف ضربه جزاء. طبعا الفار واضح ان هو كان متفق مع كلام الحكم الجزائري فما رجعش فيها، والقالوا الهدف الثالث الاخير كان هدف رائع يعني. طيب بالمناسبه طيب خلينا بس نروح بسرعه لامم اسيا ومبارياتها النهارده. منتخب الاردن اللي اتاهل امبارح لنصف نهائي البطوله على حساب طاجستان، شفت ازاي المباراه دي؟ منتخب الاردن يعني هو تاهل تاريخي له، مشاركاته في امم اسيا مش كبيره، قدر يقدم مباراه قويه جدا. يمكن ممكن من منتخب مش منتخب قوي هجوميا، ولكن حسين عموته مدرب رائع بيعرف يلعب ازاي على التحولات من الدفاع للهجوم، قدر يستغل صلابه الدفاع الاردني وبيستغل الضربات الثابته بصوره جيده جدا. يمكن دي كانت له عامل السر سواء في مباراه العراق او مباراه طاجستان. عبد الله نصيب اللي هو كان لاعب الاتحاد السكندري
قدر يسجل هدف من ضربة رأس رائعة. فالمنتخب الأردني هو منتخب قوي، نتمنى له كل التوفيق، ولكن حظه في مباراة مع كوريا الجنوبية طبعا، اللي هو بالمناسبة تفوقت على استراليا برغم ان هي يعني كانت متأخرة في النتيجة. نفس فكرة مباراة امام السعودية، بتتأخر وترجع تاني وبتأدي. يعني منتخب كوريا الجنوبي، المنتخبات اللي هو المنافسة على اللقب الآسيوي، هو واليابان أكتر المنتخبين لهم حظوظ في البطولة، ولكن منتخب الأردن قدم مباراة رائعة، يعني كسر كل التوقعات، كل التوقعات المتوقعة. منتخب الأعلى هو اللي تفوق عليه، هو تفوق عليه وكمل في البطولة وعدى منتخب طاجستان. يعني المغامرة مستمرة، فأنا أتمنى له التوفيق وإن هو يكون في المباراة النهائية إن شاء الله كمنتخب عربي شقيق. إن شاء الله كل التوفيق يعني. وبنشكرك شكرا جزيلا على التحليل الدقيق ده. بنشكر الناقد الرياضي محمد عليم. مشاهدينا، خلصت نشرتنا الرياضية وأخبارنا الرياضية. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.